أسعد الله صباحكم جميعا، والله يعطيكم ألف عافية يا رب، وإن شاء الله دائما أوقاتكم بالخير. شكرا للدكتور مازن دوماني دائما على المبادرات الجميلة والرائعة، وهل خلينا نحكي هالأونلاين educational opportunity حلوة اللي دائما بيسوي لنا إياها، وبيخلينا نقدر نتشارك مع زملائنا بأفكارنا وأيضا بخبراتنا. اليوم حاب كنت أحكي على تكنيك جديد بموضوع socket preservation، يلي هو بنسميه المالتي لايرد سوكت بريزرفيشن تكنيك. دائما نحن بالسوكت بريزرفيشن الهدف الاول والاساسي هو ابقاء السوكت تبعنا او الحفره السنخيه بعد القلع ابقاء على حاله لغرض، اما رقم واحد اساسيا بيكون زراعه الاسنان، او رقم اثنين بيكون عندنا الموضوع يلي هو التركيبات بشكل عام، مثل موضوع الجسور أو موضوع التركيبات الأخرى، ممكن كمان تكون التركيبات المتحركة لإبقاء على retention وstability أكبر للطقم أو الدنشر تبعنا. ولكن بالأساس والفكرة الأساسية بأكثر من 95% من الحالات نحن بنقوم بعملية socket preservation لهدف أنه نساوي implant بالمستقبل. كتير من المرات بيكون عنا أنواع من القلوع للأسف بيكون الدمار فيها للباكل وول كتير كبير، أو بيكون الباكل وول كتير كتير ثم وفي خسارة أكتر من 4-5 ملي، فهذه مصيرة للسكت هي بالمستقبل إنه يصير عنا resorption زيادة وخسارة الباكل وول بشكل عام، وبنهاية eventually يكون عنا مشكلة عظيمة اللي هي عدم وجود enough thickness of wall of tissue of عفواً of bone at that site to place our implant in. هلا إذا اليوم نحن جينا طلعنا بتكنيكات اللي انطرحت زمان على قصة socket preservation، كيف نقدر نحن من نعمل socket preservation، كتير انطرح أفكار وكتير انطرح أمور، وكتير اعتمدنا على المواد والتشو والمواد والبون grafts والطعوم العظمية المختلفة يلي هي مستخلصة من خارج جسم الإنسان. شرحت بعض التكنيكات الخاصة اللي هي بتكون من جسم الإنسان نفسه، ولكن حبيت أنا بطريقة معينة وخصوصاً بعد التغيير، بصراحة خلينا نحكي التغيير الجذري اللي صار بتفكيري من 3-4 سنين وجاي، يلي هو موضوع soft tissue management، يلي هو soft tissue بالنسبة لي اليوم صارت بطريقة تفكيري هي أساس تفكيري لما بفكر بأي surgical procedure بين كان implant وspecially كمان الاستاتيكال areas. كيس حلوة فيها مقارنة بسيطة ما بين أن نروح سن بمنطقة استاتيكال زون وسن بالمناطق الخلفية والسوفت تيشو مانجمنت بهالمنطقة هاي، وكيف بيصير نوعية السوفت تيشو مانجمنت هاي. حبيت طبعا هي مقتطف من الكيس، وهي الكيس راح تشرح حالها إن شاء الله. حبيت أورجيكم قد ايه الباور اوف اور اون تيشوز اللي هي الاتاجينس تيشوز تبعون البيشنت اللي هو الكونكتيف تيشو جرافت بالفكر العام، او الفري جنجيفال جرافت بالشكل العام، وكيف بنقدر نطبق فكرتي تبع المالتي لاير تكنيك اللي هي جمعت فيها ما بين فكره انه نحن بنعمل ثيكنس زياده للتيشوز بالمنطقه زائد بروتكشن للجرافت ماتيريال اللي احنا بنحطها من طرف اخر. خلينا نبدا مع بعض ونشوف الحالة اللي قدامنا. راح تكون زي ما نحن شايفين هون مريضة عم تشتكي من جسر فيه حركة شديدة، وذلك بسبب تسوس عظيم موجود تحت أو كاريز أو سكندري كاريز موجود على منطقة المولر. كتير الجسر عم بيتحرك، كانت الستب الأولى اللي هي بتهمها دائما المرضى، بيهمها الستب الأولى إنه يشتغلوا على الفك العلوي لأنه هو بالاستاركس، أما الفك السفلي اللي هو السكند ستب اللي هلا نحن بدينا البروسيجر فيه تقريبا وتقريبا قرب يخلص، بس لسه ما قدرنا نحط الديتيلز تبعه بهي الحالة. بنشوف الكي بوينت تبعنا، المكان المهم اللي نحن بنحكي عليه يلي هو إذا طلعنا على البوينتر بنلاقي منطقة الكناين يلي هي المنطقة الأساسية يلي هي هتحتاج ل كمان قلع وزراعة بسبب retained root للكناين، كتير مكسر وفيه حتى شوية ankylosis بالأبر بورت من السوكت. بدينا طبعا مثل العادة فكينا الجسر، طلعنا على الرج اللي عنا إياها، بعد دراسة الأشعة والسي بي سي تي وجدنا أنه there is a big possibility أنه نشتغل على موضوع نحط 3 implants، هنحط واحدة محل الكناين وواحدة محل السكند بريمولر وواحدة محل الفيرست مولر وبكفي. ما رح نستغل هذا المكان للأسف كان بعد الاكستراكشن
كتير عن البون بمنطقة الترايفركيشن كتير ضعيف وما ممكن للأسف نستفيد منه من إمبلانت. وأنا بصراحة بالأيام الأخيرة صرت عم بفكر أكثر بنصيحة أعطاني إياها البروفيسور أوربن لما قال لي إنه as much as you can go individual، يعني حاول إنك أنت يحط كل إمبلانت لحاله بشكل عام بالمبدأ بالفكر العام. طبعا اكيد احسن مرات ان نحن ما نحط امبلانت ضعيفه مقارنه بين نحط امبلانت ضعيفه ويكون السن لحاله، لا تو امبلانتس قوايا ونحط عليهم بريدج احسن بكثير ما تحط تو امبلانتس ضعاف وتحط على كل واحد انديفيديوال كراون لحاله. فبهي الحاله اخترنا انه نحن نعمل امبلانت على الكناين، امبلانت على الفيرست بريمولر، امبلانت على الفيرست مولر. هي السي بي سي تي تبعنا زي ما انتم شايفين هون عندنا ريتيند روت سمول سيست، كمان هون عندنا المولر ما في للاسف ترايفيكيشن كثير رئيه ضعيفه، السوكت هيوج سايز صعب انك تحط فيها امبلانت، واذا بدنا نروح على امبلانت كنا رح نضطر نحط امبلانت بدايامتر مينيموم 7 8. ما بحب هذا التكنيك تبع البيج امبلانت، بالعكس انا مع فكره مور بون ليس تيتانيوم. وبعدين بنشوف عندنا الكناين بالمنطقه كيف رح يتم القلع تبعه والشغل عليه. الفيرست ستيب طبعا خلينا ندرس مع بعض. دائما نحن للاسف اللي بيصير فينا كثير مرات بنفتح تم البيشنت بدنا نبدا نشتغل نطلع على الكيس ما بنطلع شوي بتفاصيل اكثر. شو شايفين نحن هون؟ هذا اللون الموجود على التيشوز هون صحيح نحن عندنا جود كيراتينايز تيشوز بالاريا هون، ولكن بنفس الوقت ما ننسى انه هي التيشوز عباره عن ثين تيشوز، يعني المنطقه هي التيشوز الموجوده عندنا هي تيشوز رقيقه مبين من تحت الجذر. يعني خلينا نقلع نحن السن وخلينا نحط الامبلانت تبعنا، خلينا نعمل شويه بون جرافت ان كان جوا ولا برا على الدهليزي، ايميديتلي هون راح يصير عندنا بيج ريزوربشن. ليش؟ التيشوز اللي عندنا اياها كثير رقيقه، البارير يلي هو عم بيحمي كل الكومبارتمنت اللي تحته رقيق، فهون راح نتجه باتجاه افكار بروفيسور زوكلي يلي هو بيقول لك انه السوفت تيشو مانجمنت والثيكنس اوف ذا سوفت تيشوز على البكل ات شود بي اولويز بيرفكت، ولازم تكون اولويز ات ليست 1.5 to 2 mm استاتيكلي بتعطي نتيجه احلى. تخيلوا نحط احنا تيتانيوم تحت هذا نفس الشيء راح يشف وحيطلع لون التيتانيوم الغير محبب للمرضى يلي هو الجريش ستايل. طيب خلينا ندخل على السيرجري. نبدا بالسيرجري تبعنا وبنشوف هون بدايه طبعا انا السيرجري حتكون زي ما اتفقنا مقتطفه سريعه. لاحظوا قد في عندنا حتى بالتروما عندنا موبيليتي خفيفه لللاترال، وي ويل ديل وذ ذس ليتر بالتريتمنت بلان اللي احنا عاملينه للبيشنت. هلا هون اول شيء بنرفع فلاب، لاحظتوا بابيلاري بيس انسجن، ما شلت الحليمات، ما شلنا البابيلس، تركنا البابيلس بمكانهم، وكل القلع كان معتمد انه انا ما احرك البابيلي من مكانه. لاحظوا انه حاولنا بكل جهدنا التروماتيك اكستراكشن، قدرت اوصل لمرحله انه قدرت اعمل بالبريتوم موفمنت عاليه للروت، وقدرنا بعدين بفايل كبير شوي قدرنا نسحب الروت من مكانه اللي كان موجود فيه. طبعا ملاحظين انتم هون لانه البون دائما بالماكزلا بيكون سوفت، ودائما بدنا نكسب برايمري ستابيليتي كويسه، وزائد نكسب بشكل عام سراوندينج بون كواليتي عالي، بنبدا نعمل اوستيو دنسيفيكيشن للبون باستخدام سنابل الفيرسا. ثانكس دكتور صلاح، عن جد انفنشن، عن جد مفتخر فيه، انفنشن عربي شيء راقي جدا، وشيء عن جد غير مفهوم تكثيف العظم والاوستيو دنسيفيكيشن بشكل عام. طبعا I've been using it more than 3 to 4 years now and it's working magnificent. نطلع في شغلة مهمة، لما نطلع نحن على مكان البريمولر، تذكروا كان في عنا روت مكان البريمولر، وهذا الروت زي ما انتم شايفين انه كان مسبب لنا انفكشن بالمكان، زائد كان مسبب مشكلة. دائما في نقطة هون كثير مهمة، ما ينضحك علينا بالانجليشن تبع الكراون. انجليشن الكراون مرات خطا، وكثير شباب بتعتمد على انجليشن الكراون مما يؤدي انه بتلاقيها داخله يا اما بالروت يا اما داخله بطريقه عكسيه خطا. هلا صحيح انك انت باخر النهار ان انت سوف تقوم بعمل تركيب، فانت بيهمك المنطقه الكورونال، بس كمان اناتوميكلي انا ما كثير بدي اقرب من اسنان. طبعا الا ما يكون يعني بتمر علينا حالات يعني من بين 100 حاله يعني زرع او زرعتين فاين، بس ما دائما يكون في عنا مشكله انه نقدر تو ايفالويت، وهذا الشيء كثير سهل انك انت تتجاوزه، وتجاوزه بيكون بشكل كثير بسيط انك انت وقت ما تعمل البايلوت دريل تبعك ادخل 6 7 ملي بالبايلوت دريل وبعدين خذ لك بري ابيكال اكس راي. هلا انت بعد ما اخذت البري ابيكال اكس راي تقدر تضمن 100% انك انت عم
تشوف المكان بشكل ممتاز وعم تشوف كيف الانسرشن باث تبعك. نرجع مره ثانيه لحالتنا، لاحظوا الفيبرسا بهالحاله هاي عم تمشي بشكل انتي كلوكويز، عكس عقارب الساعه. وهون الانسرشن تبعنا لازم يكون مثل العاده بامبينج، بس اكثر من البامبينج اكشن اللي نحن بنعمله بشكل اعتيادي لما نكون نحن عم نشتغل الامبلانتولوجي العاديه تبعنا. نطلع ننزل بامبينج اكشن، دائما لازم نضلنا نازلين طلعين. لاحظوا انه بتعد، اذا انت هون انا مبطئ سرعه الفيديو هون بالنص، فبنلاحظ انه تقريبا نحن عم نحكي على 1 2 3 1 2 3، وتطلع 1 2 3 وتطلع شوي 1 2 3 ونطلع شوي لبرا. بهالطريقه هاي بنضمن انه ما يصير عندنا اوفر هيتنج، وبنضمن انه كمان عم نعطي وقت للبون تو بي كوندنسد بشكل بيرفكت بمنطقه البريبريشن سايد تبعه. لاحظوا كمان نقطة كتير مهمة وكتير أساسية بهذا الموضوع، يلي هي أرواقنا، يلي هو الريجيشن تبعنا. الريجيشن لازم يكون كتير عالي، لازم يكون المي باردة. دائما أنا بفضل طبعا نصيحة عامة إنه always a sack of the saline always put it in the fridge. دائما ويوم السيرجري وقت السيرجري طلع الساك وحطه على الموتور تبعك، منك كسبت أنت cold water ومنك أنت كسبت الريجيشن بارد. irrigation عفواً cold irrigation solution انك تقدر تحطها. زي ما شايفين انتم هون نزلنا الامبلنت تبعنا، والامبلنت نزلت بالمكان واللوكيشن البيرفكت اللي هو بالنسبه لنا كان مثالي. طبعا بهي الحاله بالذات شوي الانجليشن رحنا فيها على البكر، ما كان 100% الانجليشن باللينجوال. ليش؟ لانه بدي اضطر احط امبلنت شوي طويله تتجاوز الابكس تبعك، فانا ما بدي اعمل بيرفوريشن بالابكس للبيشنت من ورا، وسبيشلي هذا كيناي كمان بدي احاول شوي الامرجنس. طبعا خلصت الامبلنتس اللي ورا لانه عندنا ثيكنس عالي من التشو، ما لنا مضطرين، والبون كواليتي از فيري جود كواليتي، ما اضطريت بهي الحاله اني انا اتجه باتجاه اني احط الامبلنت سبمرج تحت البون بشكل كبير. بنعمل السيرجري تبعنا ورا، اخذنا قياسات الود واللينك تبع ديفكت اللي عنا اياه ومكان القلع اللي عملناه بمنطقه الكناين، وهلا راح نشوف عم ناخذ من المنطقه اللي هو شيء بنسميه الفري جنجيفال جرافت. التكنيك تبع الفري جنجيفال جرافت موجود قدامنا حاليا، ناخذ فري جنجيفال جرافت بنفس المبدا، لكن ما بناخذه فور ثيكنس، يعني ما بننزل نوصل للبون، حنوصل نعمل سبليت ثيكنس من تحت بحيث ان احنا بس عم نشيل كونكتيف تيشو اللي موجود تحت الجنجيفا. طبعا الماكسيموم ديبث تبعنا اذا كان كثير بدنا ننزل بالثيكنس حناخذ 2 ملم ماكسيموم تمام بالنسبه للباليت. لاحظوا بالمنطقه الاماميه لانه احنا كثير قراب صرنا من الروجي ومنطقه السكند بريمولر ومنطقه الفيرست بريمولر، صار في عندنا بتلاحظوا الصفار الموجود عندنا يلي هو الاديبوس تيشوز، شايفين؟ وبناخذ نحن هون الجراف تبعنا. هلا طبعا immediately انا ما بترك المكان الا بالماكسيلا، بس بالروت ريسيشن بالمناطق السفليه اللي immediately بعالج التشو وبنسى المغزله وبروح بخلص موضوع الريسيشن، بعدين برجع بسكر المغزله فوق. لا immediately بحط كولاجين بلاك او كولاجين فوم وبرجع شو بعمل؟ نعمل خياطه فوق عشان موضوع البليدي. التارجت تبعنا هلا بهالقطعه التشو اللي عم اياها نشيل الاديبوس تشو، نعمل دي ابيثلايزيشن لمنطقه معينه نشيل من عليها الابيثيليوم للجنجيفال جراف، ومنطقه نترك الابيثلايزد اريا ابيثلايزد. هي هي فكره المالتي لاير. هلا اول شيء ما لازم يكون عندنا اي اديبوس تشو، اللون الاصفر ابدا ما لازم يكون موجود عندنا. وببليد بكل بساطه بننزل تحت على التشوز وبنعمل شيفنج للتشوز لنشيل كل موضوعنا او نشيل كل شيء عندنا من الاديبوس تيشوز الموجوده. ما بحب الجراف تبعي يكون عفوا مشرشب او انه في عندنا الريجولاريتيز، بحبه ستريت كات وتكون كاتس تبعوته نظيفه وما يكون في عندنا كثير الريجولاريتيز. بنلاحظ هلا طبعا ثلثين الجرافت حيكون دي ابيثلايز، يعني شو يعني دي ابيثلايز؟ ثلثين الجرافت رح نشيل الابيثيليوم الموجود على اللاير تماما، المنطقه الموجوده فوق عندنا ثلثين الجرافت حنشيله الابيثيليوم. كثير ناس تسالني طب اياد احنا بالبير ولا بالبليد؟ انا عاشق للبليد، انا ما بحب ابدا، حتى زمان كنت كثير احب الليزر، انا بطلت صرت كثير عاشق للبليد، بشيل الابيثيليوم من البليد وبنترك التلت نن او بنترك التلت عفوا ابيثلايز. هلا
اول خطوه بنسويها هنثبت الجراف تبعنا من البيز تبعه زي ما انتم شايفين مكان مسكه التويزر، هنثبت هذا المكان ونقوم بعمل السوتشرينج فيه بحيث انه ندخل انه يتم تثبيته ابيكلي من التيشوز من الداخل. وبعدين هون بنشوف بالمنطقه الاماميه كمان بعدين انه كيف رجعنا ثبتنا حطينا النيدل وعشان نقدر نكسب ثبت. طبعا نحن هون نقطه كثير مهمه لانه هي الميزان بكل التكنيك اللي احنا عم نشتغله، ما هي المراحل اللي احنا عم نشتغل عليها. المنطقه هي منطقه الديب ثلايس بارت، هي منطقه كونكتيف تيشو حره، هي اللي حتكون تنزل بالسوكت وهي اللي حتكون مواجهه ليمكن للبون جرافت اللي احنا عاملينه او للمنطقه اللي احنا عم نشتغل فيها. هلا انت بتقولوا لي اياد انت قلت لنا سوكت بريزرفيشن، خلينا نكمل بعدين بشرح لكم ليش انا حطيت حالي فيها امبلانت، ليش ما حطيت حالي من غير امبلانت بس بون جرافت بيور. تمام، في عندي كثير حالات، طبعا انا صرنا مساويين اكثر من تقريبا 120 حاله وقدرنا نعمل ريسيرش حتى قدمناه وحينشر قريبا ان شاء الله. المرحله الثانيه اللي بدي اورجيكم اياها اللي هي منطقه الابيثلايز بارت. الابيثلايز بارت اللي هو منطقه كانه فري جنجيفال جرافت هو اللي حيكون البلج اللي يسكر فوق الجرافت اللي عملنا. طب الجرافت ضروري يكون بس جرافت؟ لا، ممكن يكون امبلنت كمان، نفس الحاله اللي عم تشوفوها هلا. سو الفكره تبع المالتي لاير سوكت بريزرفيشن، واحده من السوكت بريزرفيشن تكنيك انك كمان تحط امبلنت، يعني انت وضعك للامبلنت بالذات داخل الساكت هو نوع من انواع الساكت بريزرفيشن. سو ما نفكر انه والله نحن مجرد الساكت بريزرفيشن معناتها لازم نلبس بون جرافت، لا، ببعض المراحل ببعض الاحيان لما يكون عندك كونتين ديفكت يعني كل الووز موجوده بس تن ورقيقه واوا كمان اتس ان اوبشن انك انت تعمل ساكت بريزرفيشن باستخدام الامبلنت وبون جرافت لتعبي باقي السبيس اللي هي تعتبر ايميديت امبلنتيشن كمان ممكن. ثبتنا ابيكلي اللي هو موضوعنا، ثبتنا ابيكلي الجرافت اللي عندنا، وهلا حنشوف نحن كمان التثبيت المنطقه اللي هي شايفين المنطقه اللي نحن عم نثبتها تحت التيشوز هون هي منطقه الابيثلايز بارت او الفري جنجيفال جرافت بارت اوف ذا اوف ذا اوف ذا اريا. نبدا بالاغلاق. طبعا نحن الهدف الاساسي اذا بتتذكروا لما حكينا كنا عم نقول انه نحن المنطقه هاي كثير مهم انه نترك البابيلوري بيس ورا، ليه؟ لان نحن تاركين سماكه كونكتيف تيشو مهمه عشان يصير عمليه انه نعمل ريبوزيشننج للفلاب للتيشوز تماما بمكانه. هلا هذا هو الصعوبه الحقيقيه بالتكنيك تبعنا وبشغلنا اذا بدنا نحن نعمل ايميديت امبلانت ونترك البابيلي ونحافظ على قد ما بنقدر من التيشوز حتى نكسب تيشوز اكثر، يعني انك انت تترك البابيلي وتقدر تخيط ترجع التيشوز عليها، لانه هذا هو البارجن او المشاكل اللي كنا نحكي عليها وقت ما كنا نقول لا بليز روحوا فلابلس ما تروحوا بفلاب. هلا في كيسات بروح فلابلس لما يكون عندي البكل وول كامل ما في عندي هذا بس كثير ثن وصعب اني انا بهالسوكت والتيشوز ثن، وقتها شو بسوي؟ بعمل سوكت بريزرفيشن ما بقدر اعمل امبلنت، وقتها بحط زي ما قلت لكم بنعمل وقتها انه نحن بنحط البون جرافت تبعنا ندخل تونلينج بالمنطقه الباكل حاول نترك بريوستي على البون وبعدين بندخل نفس التكنيك اللي انتم شايفين بس شو كلوزد او خلينا نقول تونلينج تكنيك على الباكل شايفين، بعدين بنمسك السوفت تيشو تبعنا بفيري فيري ديليكت سوتشرز اللي انا بنصح تكون 7-0 وذ فيري سمول نيدل وبنعمل سوتشرنج للاريا بحيث انه ما نسبب نكروسز للجرافت، لانه للاسف اللي بيشتغل التكنيكس ما بنقدر نشتغل هذا التكنيك ب 5-0 يا جماعه، يعني السوتشرز اللي على الجنب 6-0 والسوتشر بدك تخيط فيه الجراف 7-0 لانه كل ما دخلت انت بالنيدل هولدر تبعك جوا الجراف انت عم تسبب بوتنشال نكروسز للجراف. بتنجح مع البعض؟ والله انا بصراحه قدر مركز ماي هاند اكبر من 6-0 كان زمان وهلا صرت عم بشتغل بال 7-0. غيرت طبعا شوي من التكنيك، بطلت استخدم النايلون، صرت استخدم اكثر ما دام ما في ممبرين عندي صرت استخدم البي جي ايز وال 7-0 نيدل فيري سمول نيدل طبعا ثانكس تو ذا مايكروسكوبيك انلارجمنت اللي نحن بنشتغل فيها. سكرنا الجرح، هذا المنظر اللي نحن بناخده بالاخير، لو بتلاحظوا عندنا هون جيل فوم مع كروس ماتريس سوتشر على منطقه المولر اللي احنا عملنا لها الاكسبريكشن، من هون اخذنا الجراف تبعنا، لاحظوا ايميديتلي بعد السيرجري زيرو بليدنج ما في دم، لانه نحن عملنا
كروس ماتري سوتشرنج كمان عليها منطقة حطينا كولاجين بلاك، ومنلاحظ هون كيف سكرنا التيشوز تبعتنا وسكرنا المكان with free gingival graft multi layer technique، معناتها نحن دخلنا بالمنطقة اللي هي موجودة بالبقل هون بالمنطقة هي، دخلنا بنون كيراتينايز بارت اوف الجرافت، وهون كيراتينايز بارت او خلينا نحكي عليه هون كان ما عليه ابيثيليوم وفوق كان عليه ابيثيليوم بالمنطقة اللي سكرنا وعملنا بلاجنج للوند من ورا. هذا المكر فيو تبعنا للسيرجري. لو بتلاحظوا انه المنطقة اللي هون هذا الزراء بدل قديه كانت التيشوز رقيقة جدا بهذا المكان، مع انه نحن هون ما دخلنا ببليد. اذا بتتذكروا اول سيرجري دخلنا بريوستي الليفيتر، يعني بما معناه انه رفعنا فول ثيكنس بهالمنطقة اللي هي سبيشالي كان الفراكشر تبع الكناين عالي فيها. هاي الامبلانتس ان بليس، بتشوفوا كيف الزرعات بالمكان المناسب تبع بروستاتيك اللي هو ايديالي وما عليهم مشاكل. نشوف البون ليفلز بيرفكت، everything is good. زي ما قلت لكم ما غطسنا الامبلانت زياده، ما في داعي. التيشوز فوق الامبلانت كانت مينيمم 4 ملي، no need. We have good thickness of tissues. هون حطينا الجينجيبال فورمرز تبعوتنا اللي انتم شايفينهم هون، عملنا شيء بنسميه مره ثانيه another technique بنحكي عليها ان شاء الله يا رب بشي محاضره ثانيه، بالسكند ستيج سيرجري اللي هي باليتال رول، باليتال رول tissue graft. يعني بنعمل rotation للpalatal part of the tissues، وبنلاحظ هون عنا بالمنطقة الأمامية اللي هي الكناين طبعا after a very good endo treatment build up. طبعا أجمل شيء بالعالم إنك تشتغل مع team. thank دكتور زاهر for the beautiful endo and the beautiful fiber post build up. وكمان بعدين بتشتغل جميل جدا إنك تشتغل البروستاتيك part. خلينا نتطلع على جمالية العمل اللي ساوت هون. طبعا thanks. طبعا أنا في شغلة مهمة بحب، أنا ما بعمل دعاية لحدا، ولكن نفس الوقت هي عبارة عن شكر، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. العمل كان جدا متقن وجدا جميل جدا من صديقي وعزيزي أيهم كاريزماتيك لاب. شكرا أيهم. screw retained prosthesis دائما وأبدا، هذا اللي نتجه اتجاهه بالإمبلانت بروستاتيك. اليوم هذا الامبلانت مثبت ببروستاتيك. لاحظوا قديش كان شوي للبكل، بس لانه كانت بس مجرد 10 degrees to 15 degrees بس انجليتد للبكل. يعني لو تركنا الوضع كان حيطلع التيب اوف ذا سكرو من الانسايزر. في عنا نيو ابوتمنتس وافكار جديده وحلوه، اللي هي مثل الابوتمنت اللي انتم شايفينها اللي هي بنسميها الدايناميك ابوتمنت. هي الدايناميك ابوتمنت هي اللي نقدر ناخذ السكرو انجليتد للباليتال ومنها بنطلع ل المنطقة الأمامية، ومنشوف إنه بنقدر ناخذ السكرو على البلتال بارت. الكراون طبعا شايفين كراون هون لحاله، بريمولر كمان سكرو ريتيند، كمان سكرو ريتيند. ذيس بارت حكينا كثير وشرحنا كثير إنه ذيس بارت ات شود نوت بي جليزد، ات شود بي بولشد. الجليز هو عبارة عن شيء بيشبه البورسلين، اللثة ما بتحبه أو ما عنده مشاكل معه بالحياة ولكن ما بتحبه. الزيركونيا البولش بارت اوف زيركونيا زي ما نحن شايفين بهي الكيس، زي ما نحن شايفين هون، زي ما نحن شايفين هون، اللثة كثير بتحبه وكثير بتتجه باتجاه انها ترتبط تعمل انجليشن انكريبيشن جواته. هذا الكلوزل فيو طبعا شايفين حجم الحمد لله السوفت تيشو ثيكنس اللي قدرنا نكسبه. هذا اللي بيهمني انا، وات ايفر بون كان في تحت، المهم مو مغطي الامبلانت، اي دونت كير، لانه هذا المكان هو اللي حيكون الشيلد والمكان الاريا اوف سوفت تيشوز اللي حتعمل protection للimplant forever life. بعدين نطلع على الاند ريزلت، بنشوف نحن هي immediately at the time of insertion. تمام، شوفوا المنظر تبع السوفت تيشوز الموجوده على الامبلانت، شوفوا حجم الكيراتينايز تيشوز. خلينا نطلع على البيوتيفول كيراتينايز تيشوز، بس بنفس الوقت واللي هو كثير مهم thick كيراتينايز تيشوز. ما هي كيراتينايز تيشوز رقيقه؟ اوكي، هلا طبعا كثير ناس، طبعا من الشغلات الجديدة الحلوة اللي لازم نحكيها للجماعة، ما عاد في شيء اسمه بايوتايب على الامبلانت، صار في شيء بسموه الفينوتايب. الفينوتايب لازم التيشوز فينوتايب الثيكنس تبعنا تكون سميكة حول الامبلانت، زي ما انتم شايفين حول كل الامبلانتس الثلاثة كثير حافظنا على التيكنس. طبعا نحن حنترك الدنيا تهيل وحيكون المنظر اجمل بكثير بعد 6 شهور لسنة لما تلاقي كل البابي اللي تعبت بالتيشوز، لانه وي هاف بيرفكت ادابتيشن للكراونز الموجودة عندنا. الصورة بتشرح حالها قبل وبعد. حنشوف المنطقة هون كيف السوفت تيشوز كتير رقيقة، لون بيل. لاحظوا السوفت تيشوز هون صارت الثيكنس عالية، زائد الكلر اوف ذا تيشو از فيري هيلثي،
تمام. هاي ابتسامة البيشنت واللاين انجل تبعها من فوق، بنقدر نشوف كيف عنا الكراونز محطوطين بشكل بيرفكت، هون فتحة الكناين، وهي فتحة الاذر امبلنت موجودة هون شايفينها، والثيرد امبلنت موجودة هون كمان. شغل الكومبوزيت الحلو يخليك مرات تحتار وين فتحة البرغي تبع الكراوند. وهي الفاينل بيري ابيكال اكس راي. حبيت اشكركم مرة تانية. التكنيك بشكل عام وبنختصر الموضوع، هو تكنيك يستخدم للبريزرفيشن اوف تيشوز. هلا ليش اليوم حطيت بالذات حاله قلع وزراعه فوريه؟ لانه واحده من الافكار اللي بنستفيد منها من قلع وزراعه الفوريه هي الساكت بريزرفيشن والتيشو بريزرفيشن. نفس التكنيك تمام، شيل الامبلانت حط بداله بون واعمل كفرج والبلاك، نفس الفكره تماما. شكرا دكتور مازن مره ثانيه على هالمبادره الجميله مثل عادتك. يا رب تكونوا استفدتوا من التيبس اند تريكس، يا رب تكونوا استفدتوا من التكنيك، حلو كتير بالعيادة، كتير مفيد، وبتمنى إن شاء الله يا رب ألقاكم مستقبلا بأفكار جديدة ومحاضرات جديدة. طبعا زي ما قلت لكم التكنيك جديد والببليكيشن تبعه هلأ عملناها، وإن شاء الله يا رب رح نعمل observation عليه لفترات أطول وأطول، ونشوف التيشوز كيف رح يكون الرياكشنز تبعها. مع أني مؤمن أنا إيمان تام بإذن الله تعالى أنه حتكون تسماكة التيشوز ممكن تكون بازدياد وليست بنقصان، الـ health of the implant حتكون بشكل أفضل، لأنه دائما الـ key factor tissue thickness over our bone and implants. والله يعطيكم العافية.